عميد المخترعين السوريين عن جدارة، صمم العديد من الاختراعات التي تفوق بها على شركات دولية وضمنت للعالم المساهمة في تخفيف معاناته. فماذا اخترع؟ إنه المخترع السوري الكبير أحمد العكلة، عميد المخترعين السوريين، والذي لم يمنعه حاجز السن أو الظروف الصحية الصعبة من مواصلة مسيرته والتي امتدت عشرات السنين. قدم خلالها للسوريين العديد من الهدايا الثمينة والتي تمثلت في اختراعات هامة لم تتوصل إليها شركات التصنيع الدولية من قبل. ميلاد المخترع أحمد العكلة في قرية قانا بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا عام 1950 جعله قريباً لمعاناة الفلاحين السوريين وأبرز احتياجاتهم الخاصة بمضاعفة إنتاج المحاصيل وتوفير تكاليف الزراعة للمحاصيل الزراعية، حتى أصبح العكلة واحداً من أهم المخترعين ليس في سوريا فحسب بل في مختلف أنحاء العالم. البداية الأولى للمخترع السوري أحمد العكلة كانت براءة اختراع سجلها ذلك المخترع بعد أن توصل إلى أول مضخة في العالم للمياه لا تعمل بالمازوت أو الكهرباء، ولم يقتصر تسجيلها داخل البلاد، فقد اعترفت بذلك الاختراع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في سويسرا، والتي قررت تكريم المخترع السوري بمنحه ميدالية ذهبية ومكافأة على ذلك الاختراع النادر، بعد أن تبين لمسؤول المنظمة أنه قادر على توفير ملايين الدولارات التي يتم إنفاقها في ري الأراضي الزراعية من خلال الماكينات التي تستهلك الوقود أو الكهرباء وترفع تكاليف الإنتاج على المزارعين. لم يغب الفلاح السوري عن تفكير العكلة يوماً واحداً، فقد اخترع أيضاً مكبس قطن خاص يوفر للفلاحين السوريين كبس أكبر قدر من المحصول في توقيت قياسي، حيث يتم كبسه للمحصول في ساعة واحدة لتسهيل عمليات التوريد إلى المصانع. هل توقف عميد المخترعين السوريين عند ذلك الحد؟ لم يتوقف عند ذلك، فقد توصل أيضا إلى سفينة نادرة مزودة بقدرات خاصة تمنع المياه من غمرها، وهو ما يصل بمعدل الأخطار التي تطال السفن في عرض البحار والمحيطات إلى المستوى الصفر. الكرة المتدحرجة اختراع جديد يضاف إلى سجلات العكلة، وهو اختراع قادر على كشف الأجسام الدفينة التي تستهدف حياة البشر بعد المواجهات العسكرية التي تزرعها الجيوش في مناطق التوتر والنزاعات. قائمة الاختراعات التي توصل إليها المخترع السوري أحمد العكلة برغم أهميتها واعتراف مؤسسة دولية بها، إلا أن تلك الاختراعات لم تجد اهتماماً كافياً داخل البلاد، الأمر الذي ترك أثراً سلبياً عليه. شهادات التقدير وحدها والصادرة لهذا المخترع السوري من وزارة التجارة ليست ضمانة لتبني اختراعات العكلة التي يحلم أن تصل يوماً إلى خطوط إنتاج على مستوى عالمية.